السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. عودة مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم نص بعنوان أخي الإنسان. من عنواننا الصنة، هو بيتكلم عن الأخوة والمحبة بين البشر. يلا نبدأ نصنا ونقرأه سوا، يلا بينا. نص أخي الإنسان للشاعر عيسى ناعوري. تمام يا ولاد؟ طيب بيقول إيه الشاعر؟ أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق بحبك يا أخي الإنسان. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، فهيا يا أخي الإنسان. نص جميل جدا يا ولاد، بيتكلم عن المحبة والسلام وإننا كلنا واحد. الشاعر بيخاطب الإنسان في كل مكان في العالم، بيقول أخي الإنسان في العالم الواسع في المغرب والمشرق، في كل حتة، في الغرب وفي الشرق، في كل مكان في العالم. أخي الأبيض والأسود، سواء أنت أبيض أو أسود بصرف النظر عن لونك، في جوهرك المطلق. يعني إيه جوهرك المطلق؟ جوهرك يعني أساسك وأصلك، المطلق يعني العام والشامل، يعني في أساسك، في كونك بني آدم إنسان بصرف النظر لونك إيه أو من بلد إيه. أمد يدي فصافحها، بمدلك إيديا بالسلام والحب. فصافحها، هو مش قصده أنه يسلم على كل البشر، هو قصده أنه بيمد إيده بالسلام، بيمد أسلوبه بالتعامل مع الناس كلها بالمحبة والود. تجد قلبي بها يخفق، هتلاقي إيديا بتخفق بنبض قلبي من كتر حبي ليك يا أخي الإنسان. لقد جئنا إلى الدنيا، جينا للدنيا ليه يا ولاد؟ معا لنعيش إخوانا، علشان نعيش إخوات وحبايب مع بعض، ونسعد بالحياة معا، ونعيش حياة سعيدة سوا، أحباء وأعوانا، نحب بعض ونعاون بعض في الحياة، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا. يعني احنا لو عايزين، لو شئنا يعني لو أرادنا، نحول أحلنا يعني حولنا وبدلنا، عايزين نبدل دنيتنا دي لجنة جميلة بيسودها الحب والسلام بين الناس زي جنة الفردوس كده، هنقدر بإيه؟ بالتعاون والمحبة والسلام. تمام يا ولاد؟ يبقى الشاعر بيوجه رسالة لكل البشر في كل مكان في العالم، بصرف النظر عن لونك أو شكلك أو جنسيتك، بجوهرك المطلق يعني بأساسك إنك إنسان، إنك لازم تعيش في سلام ومحبة وتعاون بين البشر، مفيش تمييز ولا اختلاف بين أي حد. تمام يا ولاد؟ يلا كده ناخد الكلمة معناها سوا، يلا بينا. جوهرك أساسك وأصلك، المطلق العام والشامل، صافحها سلم عليها، يخفق ينبض بشدة، جئنا أتينا أعوان نساعد بعضنا بعض، شئنا أردنا أحلنا حولنا وبدلنا وجعلنا. طيب المفرد والجمع سواء، أحباء مفردها إيه؟ حبيب، أعوان عون، جمع أخي إخواني وإخوتي، العالم العوالم، المغرب المغارب، المشرق المشارق، الأبيض بيض، الأسود سود، جوهر جواهر، يد أيد وأياد، قلب قلوب، الإنسان الأناسي، الدنيا الدنا. طيب الحياة الحيوات، جنة جنات وجنان، الفردوس الفراديس. طب نشوف الكلمة وعكسها الأول. عكس أخي عدوي، الواسع الضيق، المغرب المشرق، الأبيض الأسود، المطلق الخاص، أمد أسحب وأمنع، صافحها اتركها، تجد تفقد، يخفق يتوقف. من مواطن الجمال أخي الإنسان، ده أسلوب نداء حذفت منه أداة النداء للدلالة على قرب الشاعر من كل إنسان. المغرب والمشرق، الأبيض والأسود، ده تضاد بيوضح المعنى ويؤكده. المطلق لفظ
بيدل على المبدأ العام والشامل في إن البشر كلهم متساوون، لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة. تعبير بيوضح الهدف الأساسي من خلق البشر. لو شئنا أحلنا، تعبير بيوضح أثر التعاون في تحويل الأرض الجنة. فهي لفظ يحس الإنسان على الإسراع للاتحاد والتعاون. المناقشة، أذكر الفكرتين الأساسيتين في النص. أول فكرة، لا فرق بين البشر، البشر كلهم متساوون، تمام. تاني فكرة، أن الإنسان وجد في الحياة ليعيش في سلام ومحبة. على من ينادي الشاعر؟ على أخيه الإنسان. وعلى ما يدل حذف أداة النداء؟ على قربه منهم. فيما يتفق الناس جميعا فيما بينهم؟ في أصلهم أنهم بشر، لا فرق بين أسود وأبيض. على ما يدل قوله في جوهرك المطلق؟ يدل على أن أصلنا واحد. ماذا يطلب الشاعر في البيت الثالث؟ يطلب من أخيه أن يصافحه. طب إيه أثر ذلك عليه؟ يجعل قلبه يدق فرحا، تمام؟ طيب، ما سبب خفقان قلب الشاعر؟ ليه قلب الشاعر بيخفق؟ ها، من مصافحة أخيه الإنسان له، وده بيدل على شدة حب الشاعر ليه. على ما يدل تكرار النداء؟ شدة حب الشاعر لأخيه الإنسان. طيب، ما الهدف من خلق البشر؟ أن نعيش جميعا إخوان متحابين. كيف نحول دنيانا إلى جنة؟ بالاتحاد والتعاون. ما أثر التعاون؟ نعيش جميعا سعداء. طيب، نفتح البوكلت المدرسة نحل سوا. أخي في العالم الواسع، في المغرب في المشرق والمغرب، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها، تجد قلبي بها يخفق، بحبك يا أخي الإنسان. معنى جوهرك؟ أساسك وأصلك. معنى يخفق؟ ينبض بشدة. عكس الواسع، الضيق. مضاد يخفق، يتوقف. جمع أخي، إخواني وإخواتي. جمع العالم، العوالم. جمع قلب، قلوب. جمع جوهر، جواهر. مع من يتحدث الشاعر؟ مع الإنسان. طيب، وعلى ما يدل حذف أداة النداء؟ لدلالة على القرب الشاعر من كل إنسان. ماذا يطلب الشاعر في البيت الثالث؟ يطلب من أخيه أن يصافحه. وعلى ما يدل ذلك؟ على المحبة والسلام. ما الجمال في المشرق والمغرب؟ تضاد يوضح المعنى ويقويه، ويدل على المساواة بين البشر في كل مكان. حلل الكلمات، اتفقنا بنحط الساكن مع ما قبله، والمد مع الممدود، والمتحرك بنخليه لوحده، ولو في حرف مشدد بنكتبه مرتين، مرة مع ما قبله ومرة لوحده. بكده نكون انتهينا من الدرس. أتمنى تكونوا فهمتوا، وإلى لقاء مع درس جديد إن شاء الله.